عن طريق اللايف ستريمينج تخيرت جمعية نساء ديمقراطيات إحياء فعاليات مؤتمرها 13 في جو احترازي يحترم البروتوكول الصحي بسبب تعقد أزمة كورونا في تونس. شخصيات وطنية سياسية ونقابية حضرت الافتتاح إلى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني النسوي على المستوى التونسي والعربي، مناسبة تجددت فيها الدعوة بضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالنساء، خاصة بعد تواتر جرائم القتل العمد والعنف الشديد في ظل التهاون بتطبيق القانون. عندنا قانون 58/2017، عندنا بعض القوانين اللي ما زالت محتاجة لتطويرها، خاصة في مسألة العنف السيبرني الذي يسلط على النساء. لا توجد إجراءات استثنائية في وضعيات الحجر الصحي وفي وضعيات الانغلاق، لا توجد وضعيات استثنائية للنساء في ظل التفقير والتهميش، في ظل تسريح النساء خاصة في الأزمات الاقتصادية، ولكن نحن نعول على مناضلات الجمعية من أجل الدفاع على كل هذه الحقوق ومن أجل حماية النساء. جائحة كورونا زادت من تعميق مظاهر العنف والتهميش ضد النساء، إضافة لمظاهر الردة والانتكاسة مؤخرا بإبعاد النساء عن مواقع القرار السياسي وإدارة الشأن العام. تخوفات حقيقية على مكاسب النساء في ظل عقلية ذكورية مهيمنة طفت إلى السطح جليا، خاصة بعد صعود الأحزاب الحاكمة المحافظة والمتشددة إلى الحكم. نمت بالنساء التونسيات رغم ثم وعي حتى في الريف، راهو الناس باقي تقول النساء الريفيات ما همش طالبين بهذا وهذه مشاكل مثقفات، هذا الكل غلط. الناس ما تعرفش بلادها، ما تعرفش النساء شنو اللي حتى في الريف شنو اللي تخمم، ما تعرفش شنو اللي تقاسي، ما تعرفش شنو اللي عايشينه وفاطنين، اللي ما ثماش عداله وما ثماش مساواه. تقول لك انا نخدم الارض نعاون وكل ونلقى نفسي مثال في الارث، ما عندي حتى حق. تؤكد النساء التونسيات مواصلة عزمهن على النضال كما ناضلن طوال عقود منذ الاستقلال حتى الآن بهدف تحقيق مساواة تامة وكاملة. تخوف حقيقي للنساء في تونس من كل مظاهر الردة والرجعية والالتفاف على حقوقهن بتعلة الضغوطات والأولويات والأزمات، وعليه تتواصل الدعوات النسائية والنسوية للتعبئة ومواصلة النضال. اليوم نسرين سويد، تونس.